السلام عليكم، نهار جديد وفلوق جديد معنا. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. شكرا لكم على التعاليق، شكرا لكم على اي نصيحه كتعطيوها لنا، رحنا كنستافدوا منها ورحنا كنقراوها وكنديروا بها، فكنشكركم مره اخرى. واليوم غادي ان شاء الله نبداو الفلوق ديالنا، نمشيو نديروا ان شاء الله الفطور ومن بعد نكمل معكم الفلوق. دابا غادي ندير لكم الحريشه ديال الذره اللي داتي كحمقوا عليها. المهم غادي تكونوا عارفينها، غير انا غادي نوري لكم الطريقه ديالي كي دايره. كنشري هذه الذره، هذه غادي نديروا الذره بحال هكا كيميه اللي بغيتو على حساب البيرسون اللي عندكم او الناس اللي عندكم، يعني ثمن واحد زلافه. انا شنو كندير مع الذره، كندير مع الكوك، هذا الكوك ندير واحد الكميه ديال بحال هكا جوج ديال الفينات هكا. كلشي انا كنعبرو بيدي، وكذلك كنزيد حتى الزنجبان. الا عندكم زرارة اخرى زيدوهم، الا عندكم زيدوه. المهم انا كنزيد الزنجبان لانه مفيد، مفيد يعني. كندير ثمن جوج معالق كبار، اكيد غادي ندير الملحة، هي الملحة، غندير شوية الملحة بحال هكا شوية. غادي ندير فانيا وحدة، لا وشوية الخميرة، الخميرة الكاطو شوية شوية، وشوية ديال الخميرة ديال العجين. أنا كلشي كنديرو بيدي، واحد شوية يعني ماشي بزاف. وكندير الزيت، الا عندكم زيت البلديه من الاحسن، ما عندكمش ديروا الروميه. فيكم تقل حركه هاد العناصر حتى كنمزجها بعضياتها. غادي نبقى نمزج ومن بعد نرجع لكم. ما شربت هذيك الزيت كلها، غادي ندير هنا الماء. الماء كنديرو سخون، يعني الماء كنديرو سخون، ماشي طايب كاع ولكن فايت دافي. كنديرلها بحال هكا وكنخليها تشرب واحد المده ديال 10 حتى 15 دقيقه، ومن بعد غنرجع معكم. صافي، من بعد ما دازت واحد 5 دقائق ها هي رجعت على هذا الشكل هكا شربات. بالنسبه للمقله درت لها الزيت والسميده كيف ما كلشي كيعرف. وهنايا دابا صافي غادي كندور بحال هكا، يعني كيف ما عارفين السميده وحده راه كتفرتت، فلا بد الواحد ما خصو يحاول معاها. غنقلبها بحال هكا، كنبقى ندرسها بحال هكا. من الفوق كندير السميدة، كنديروها طيب. وهنا غادي نديروها طيب في الشيميني، نتوما ديروها فوق البوطه. بعد واحد شويه لقيتها من الفوق حيت كنتكي هكا كنلقاها يابسه. صافي غادي نقلبها. ثاني عاد دابا قلبتها، بلاتي شويه غنقطعها معكم في الطبله الفطور. وحنا غادي نقطعو الحريشة ديالنا، هاهي من لوكي طايبة، شو كي كتجي، شتي كتجي روعة، لا في المذاق بالطبع، هاد الكوك في كلشي
نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق. الحرشه كتجي غزاله ووليداتي كيحماقوا عليها، وانا ديما كنوع لهم بالنسبه للحرشه، مره كندير لهم النخاله، مره كندير لهم ديال الزرع كل نوبه وشنو، مره تسميده، مره ديال الذره. المهم الواحد ينوع كل نوبه شنو يدير. هنشوف كي غادي تجي. بسم الله. لذيذ. وهنا جبنا شي خشب راه غادي يدخلوا دابا للحديقه. خشب غادي يبني به واحد البلاصه بحال اللي بحال كراج صغيور كنقولوا له هنا شخير، وكذلك للتدفئه. فانا كنصورو من الداخل. الحمد لله الجو غزال. البلاصه اللي غادي نبنيو فيها ان شاء الله هي هنايا كيف ما ديجا قلت لكم، هنايا راه درنا واحد جوج ديال السواري، درنا فيهم لصقناهم بالسيما كيف ما كتلاحظوا. مع دابا الجو برد السيما ما كتسيبش دغيا، داكشي علاش راه حنا كنخدمو غير بشويه. المهم دار جوج ديال السريات، وحده هنا وحده لهيه، فهنا كنقولوا غادي يصوب شي شخير اولا، حنا كنقولوا له شخير اولا كراج صغير باش يبقى يجمع فيه الماتيريال ديالو. وخلاص اللي جوا هذا اللي غادي نديرو. المهم راه كلشي غادي نصوروه معكم، هادشي اللي كاين بالنسبه للخشب اللي جاب. غادي نقطعوه نديروه هنايا للتدفئه، راكم عارفين دابا واخا الشميشه راه الجو بارد، حنا هولندا راه منين كيبدا الخريف صافي الجو كيبرد، واخا الشمس تجي الجو كيكون بارد. المنظر ديال الحديقه في فصل الخريف. ما شاء الله الفليسات ما شاء الله كبروا كيف ما كتشاهدوا، تقريبا بقات لهم سيمانه ويديروا شهرين. والحمد لله راه مازالين بصحه جيده، ما وقع لهم والو، اللهم لك الحمد. راهم هنا بغينا نديرو
مطيشه، كنقولوا لها حنا مطيشه، كاين اللي كيقول لها المرجيحه، كل واحد شنو كيقول لها. درت واحد جوج، درنا واحد جوج تما، عاد غنفيكسيهم مزيان. زارين كيمشيو عند الجارة. وهي امهم غادي تبعهم. خرجات خرجات ودخلت عند عندهم من جهه الجهه هذه. سبحان الله.